طبعا اليوم قمنا بإعطاء ورشة عمل، ورشة بخصوص الأمن والسلامة الكيميائية، وتحمل عنوان توصيف وتقييم المخاطر الكيميائية والتقليل منها داخل المؤسسات التعليمية. الورشة هذه ضمن نشاطات وزارة التعليم وبدعم من مكتب تطوير ومتابعة وتجهيز المعامل بوزارة التعليم. استهدفت الورشة أعضاء تدريس في الجامعات الليبية بشكل عام، وكذلك فني المعامل والمعيدين وكل الكليات ذات العلاقة باستخدام المواد الكيميائية. الورشة احتوت على 3 محاضرات. المحاضرة الأولى حتكون أو تم فيها حقيقة، هي يعني الآن في منتصف الورشة، تم فيها تحديد المخاطر، الآليات المستخدمة لتحديد وتشخيص المخاطر وتقييمها، والجزء الأخير حتتضمن إن شاء الله ما هي الأساليب المثلى أو الاستراتيجيات المتبعة لتقليل المخاطر وتخفيفها في المختبرات الكيميائية أو في الوحدات الإنتاجية وما إلى ذلك. نشكر وزارة التعليم على دعمها وتقديم العون لإنشاء هذه الورشة، وكذلك الشكر موصول لإدارة جامعة غريان وكلية العلوم بغريان.